لديك مواجهة في منتهى الصعوبة قادمة أمام فريق سان داونز في دوري أبطال أفريقيا. سان داونز يقدم أفضل أداء بين كل الفرق في هذه البطولة هذا الموسم، كيف تنظر لهذه المواجهة الكبيرة؟ أرى أنه الفريق الأفضل في أفريقيا هذا الموسم، وفي دوري أبطال أفريقيا فاز في 6 مباريات وحقق تعادلين فقط، إذن هو فريق قوي جدا. فاز على الأهلي منذ 4 أو 5 سنوات بـ5 أهداف وعاد وكرر هذا الانتصار بـ5 أيضا. فريق قوي جدا تقنيا وبدنيا، له أسلوب لعب مميز جدا، ومن الصعب الدفاع أمامهم. سجلوا في كل المباريات في دوري الأبطال الأفريقي، إذن ستكون مباراة صعبة جدا. وأفكر كل ما أفكر فيها الآن هو الإعداد خطة دفاعية وتمركز لاعبية بشكل جيد في المباراة، ولكن في كل الأحوال الفريقان لديهما الفرصة في التأهل. نعم، سان داونز له الحظوظ الأكبر على الورق، ولكن في النهاية هي كرة قدم وكل فريق لديه الفرصة في الوصول للمباراة النهائية، وإن كانوا هم يتميزون بأدائهم الأفضل فنياً.